الأستاذ هاني رسلان مستشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام والباحث المتخصص في شؤون القرن الإفريقي. أستاذ هاني مساء الخير، أسألك هل بالفعل هذه البيانات التي صدرت تمثل حقيقة على أرض الواقع، وهل من الممكن التوصل إلى اتفاق يرضي الأطراف الثلاثة في الفترة القادمة؟ نعم، البيان بما ورد فيه من نقاط حضرتك استعرضتها الآن هو تحول نوعي، لأنه ما سبق هذا الاجتماع كان تباين كبير في وجهات النظر، ورأينا البيان الأثيوبي الذي قدم مغالطات كثيرة ردت عليها مصر ببيان واضح وحاسم وبلهجة قوية. تلا ذلك دعوة أثيوبيا لجنوب أفريقيا للتوسط أو للدخول كوسيط، وهذا كان استباقا أثيوبيا لاجتماع واشنطن ونية مسبقة أو إعلام مسبق لفشل هذا الاجتماع. لذلك صدور بيان بتوافقات واسعة كما ذكر كان يعني مثيرا للتفاؤل، أحدث نوع من التحول النوعي، فتح المسار مرة أخرى لإمكانية الوصول إلى اتفاق. لكن في الحقيقة تصريحات السيد السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري لخص الموقف بأن هناك تفاؤل حذر، بمعنى أن القضايا التفصيلية التي ستكون محل تفاوض في الأسبوعين المقبلين قضايا ليست بالهينة، ويبدو أيضا أن هناك فجوة أو تباين في وجهات النظر. لذلك الوزير المصري صرح بأنه قد يكون هناك اتفاق، ولكن إذا لم يكن يظل إعلان المبادئ قائما، وسنحتكم للمادة 10 وهي التحول إلى دور الوساطة. هذا تصريح من الوزير سامح شكري، وفي الحقيقة يبعث على الطمأنينة، لأنه يشير إلى أن الموقف المصري ثابت وصلب في الدفاع عن الحقوق والمصالح المائية المصرية، وخاصة أن الوفد التفاوضي المصري الفني قدم عملا وجهدا هائلا، وعشرات السيناريوهات والمقترحات الفنية المدروسة بدقة وبمنهجية علمية ومتوافقة مع القانون الدولي، وبالتالي نحن ننتظر الأسبوعين القادمين وعلى ثقة في المفاوض المصري وفي قدرة مصر على حماية مصالحها، ولن يكون هناك اتفاق إلا ما يتوافق مع مصالح مصر ويحميها من الأخطار. شكرا لك.